الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ولقاء خاص وتغطية للسوبر، السوبر المصري. 9 بطولات للنادي الأهلي، والكل يبحث عن العشاء، العشاء الأهلي إن شاء الله النهاردة أمام النادي المصري في ملعب الزع بن زايد في الإمارات. النادي الأهلي بيدخل لقاء هذا السوبر يبحث عن العاشرة، منتشي ب3 أهداف مقابل لا شيء أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك. النادي الأهلي فاز ب3 أهداف مقابل لا شيء في مباراة كانت ولا أجمل ولا أروع بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي. اليوم عنده لقاء مهم جدا 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 أمام المصري في السوبر. نروح لزميلنا محمد سعيد في الإمارات، نسمع منه آخر استعدادات نادي الأهلي وكواليس فندق إقامة النادي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب المباراة. محمد صباح الخير عليك، وبرحب بيك على وكل الناس اللي عندك في بعثة النادي الأهلي، وأيضا عايز أعرف منك آخر أخبار النادي الأهلي، كواليس، حالة اللعيبة، كل ما يدور في الأجواء عندك في الإمارات. الكل هنا متشوق، وجمهور النادي الأهلي دائما وأبدا يجد الكواليس داخل قناته، قناة النادي الأهلي. محمد إليك الكلام. فاروق سعد اهلا بيك، واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اليوم مع هذا الحدث الهام والكبير، مباراه السوبر بين الاهلي والمصري، والتي ستقام على استاد هزاع بن زايد في 8 بتوقيت الامارات، 6 بتوقيت القاهره. اليوم هو يوم المباراه، فبالتاكيد المتابعه الحصريه والخاصه من داخل فندق فريق النادي الاهلي، ونحن هنا في مكان مدخل الفندق بالتحديد. وكما ترى في هذا المكان يمكن هناك عدد من جماهير النادي الأهلي تتواجد في بهو الفندق انتظارا لفريق النادي الأهلي في وقت دخوله للمحاضرة أو وقت خروجه من فندق الإقامة وتحركه إلى صوب استاد هزاع بن زايد. لكن بشكل عام رغم أن هذا المشهد الجماهير متواجدة في فندق الإقامة، لكن الفريق بالكامل متواجد ومنعزل عن هذا المكان، متواجد في منطقة مختلفة تماما في إحدى الزون هنا في فندق الإقامة، سواء في المحاضرة أو في مكان مطعم الفريق، وبعد ذلك أيضا في مكان إقامة الصلاة. يعني كل الأماكن التي تواجد فيها فريق النادي الأهلي داخل فندق الإقامة منعزلة تماما عن المكان التي نتواجد فيه، والتي تبدو فيه الصورة أن جمهور النادي الأهلي يتواجد بعدد كبير جدا، وفي انتظار أيضا أعداد أخرى في هذه اللحظات متواجدة خارج الفندق. خلال الساعات القليلة القادمة ستتواجد داخل الفندق في انتظار فريق النادي الأهلي وتحركه إلى استاد المباراة لالتقاط الصور التذكارية وتشجيع اللاعبين والشد من أزرهم وتحمسهم قبل الوصول إلى ملعب المباراة. اليوم بدأ النهاردة الساعة 10 الصبح، كان في فطار بالنسبة لكل اللاعبين، وكابتن حسام البدري كان أعطى الحرية للجميع في الصحيان البدري وإن هم يتناولوا وجبة الفطار. بعدها مباشرة كان في تجمع لكل أفراد الفريق لأداء صلاة الجمعة، لكن هنا داخل فندق الإقامة حيث فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري عدم الذهاب إلى إحدى المساجد القريبة من فندق الإقامة، وتواجد الفريق بالكامل لأداء صلاة الجمعة داخل الفندق، حرصا طبعا على التركيز وعدم الخروج من الفندق صبيحة يوم المباراة، وأيضا كمان يعني فرصة أن الفريق يكون بعيد تماما عن الأجواء الجماهيرية التي تتواجد مع الفريق منذ أن وصل إلى فندق الإقامة وإلى مدينة العين في إمارة أبو ظبي. الجميع تجمع في حدود الساعة 10 زورا لأداء صلاة الجمعة، وكان أيضا الكابتن حسام البدر متواجد وفي انتظار نجله الأكبر عبد الله حسام البدر، والذي يعمل هنا في الامارات، حيث يرى ان كابتن حسام فرصه طيبه انه يرى نجله خلال الفتره الحاليه في ظل ابتعاده عن الاسره خلال الفترات الطويله. ايضا من ضمن اخبارنا ان بعد اداء صلاه الجمعه الجهاز الفني كان اجتمع بكل اللاعبين اجتماع قصير لم يدم حوالي اكثر من 10 دقائق ربع ساعه مع كل اللاعبين في غرفه الكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي، وهي جلسات معتاده صبيحه ايام المباريات الهامه والمباريات التي تكون من خلالها اهداف وبطولات الجميع ينتظرها في مساء وبعد نهاية المباراة. في هذه اللحظات وانا بتكلم معاك دلوقتي زميلي محمد، الفريق بالكامل داخل المطعم لتناول وجبة الغداء، وبعدها بساعتين مباشرة ستكون المحاضرة الرئيسية والأساسية للكابتن حسام البدر، هتكون في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت العين هنا في الإمارات، 6:30 بتوقيت القاهرة. في هذه المحاضرة سيتلو الجهاز الفني آخر التعليمات الفنية، وسيحدد التشكيلة والشكل الذي سيظهر به لاعبي النادي الأهلي، والتشكيلة الأساسية
التي سيلعب بها النادي الاهلي اليوم امام فريق النادي المصري. وهذه التشكيله هناك علامات استفهام كثيره جدا حول التوقع وحول التاكيد من سيبدا في التشكيله الاساسيه، وهي جزئيه نحيي عليها كابتن حسام البدري انه حتى هذه اللحظه يعطي كل اللاعبين الدفعه القويه لبدء هذه المباراه، وانه سيختار التشكيله في اللحظات الاخيره، وبالتالي يكون كامل التركيز لدى كل اللاعبين، رغم ان المعسكر يضم حوالي 26 او 27 لاعب، فبالتالي سيكون خروج حوالي من 8 الى 9 لاعبين من قائمه المباراه. في انتظار ايضا وصول مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والنائب الاستاذ العمري فاروق وامين الصندوق الاستاذ خالد الدرندلي وعضو المجلس الاستاذ خالد مرتجي، حيث ذهبوا صباح اليوم في طائره من المملكه العربيه السعوديه الى مطار العين مباشره للتواجد مع الفريق منذ الصباح وحضور مباراه السوبر. دي بشكل عام الرؤيه والمتابعه هنا داخل فندق الاقامه وكواليس الحصريه واخر الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي. والجزئيه الاخيره ان الدكتور هاني وهبه اخصائي التغذيه بالاتفاق مع الدكتور خالد محمود والشيف السوري المشرف على الاطعمه الخاصه والتغذيه الخاصه بفريق النادي الاهلي، تم تحديد عدد من الوجبات في هذه الفتره سواء في فتره الفطار او فتره الغداء استعدادا لانه خلاص بالتاكيد موعد المباراه، فهناك قيمه غذائيه او وجبات سعرات حراريه تدي دفعه قويه ودفعه يعني دفعه غذائيه للاعبين عشان يستعدوا لهذه المباراه الهامه. الاجواء جميله جدا، درجه الحراره هنا في العين درجه مئويه تقترب من حوالي 17 في النهار، لكن ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي. دي بشكل عام الصوره هنا داخل فندق الاقامه في هذه اللحظات، وقبل بقى بدء الاخبار وبدء المتابعه الحصريه مع فريق النادي الاهلي وتحركه من فندق الاقامه حتى استاد هزاع بن زايد والذي سيستضيف مباراه الاهلي والمصري في السوبر المحلي هنا ويقام النسخه الثالثه هنا في الامارات العربيه المتحده. اليك الكلمه زميلي محمد فاروق سعد. شكرا زميلنا محمد سعيد، تغطية قيمة لكل كواليس إقامة النادي الأهلي في الإمارات. وخلينا نتكلم في جزئية مهمة جدا، وهو عزل مقر إقامة النادي الأهلي عن باقي الأوتيل، ودي بتبقى حاجة مهمة عشان التركيز. طبعا انتوا حضراتكم شايفين زميلنا محمد وهو واقف في جماهير النادي الأهلي في كل مكان عمالة تعدي، ده طبعا لعيبه النادي الاهلي وجهاز الفني النادي الاهلي بيبقوا فرحانين ومبسوطين ان الجمهور النادي الاهلي متواجد، ولكن في مباراه كاس السوبر في الجهاز الفني محتاج تركيز، وبالتاكيد لو الموضوع كان مفتوح هتبقى صعبه للغايه للتحكم في هذا الامر. ده امام حضراتكم مشهد صلاه الجمعه لعيبه النادي الاهلي وبعض من الساده الموجوده في هذا المكان في الاوتيل أدوا صلاة الجمعة مع بعض، ودي حاجة مهمة جدا. دائما وأبدا لعيبة النادي الأهلي حريصة على أداء المناسك في الصلاة. في نفس الوقت كان في محاضرة فنية، وزميلنا محمد سعيد اتكلم على نقطة مهمة جدا وهي نقطة دكتور هاني أخصائي التغذية. كنت اتكلمت مع حضراتكم كتير على هذه النقطة، النادي الأهلي الوحيد يمكن في مصر اللي عنده أخصائي تغذية، ودي من الحاجات اللي مهمة جدا 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 في التطور الحديث لكرة القدم، وخاصة ان انت كمان دلوقتي النادي الاهلي بيلعب ماتش كل 3 ايام وده عكس الطبيعة، فحتى هيبقى في تركيز داخل الوجبات على بعض من الأغذية اللي ممكن تبقى فيها سرعة تعمل إلى حد ما سرعة استشفاء بالنسبة للعضلات في اللعبة. طبعا موضوع السعرات الحرارية المناسبة والجرعات اللي بيتم تنسيقها مع الدكتور خالد محمود وفي نفس الوقت مع الكابتن أنيس الشعلالي، وكل ده تحت مظلة الكابتن حسام البدري، لأن كل دول داخلين في هذا الموضوع وفي هذا الأمر، أمر مهم جدا. وكرة القدم أصبحت في تطور ملحوظ وأصبحت علم ودراسة، والنادي الأهلي ما شاء الله دائما وأبدا يعني بيسبق حتى كل المؤسسات في هذا الأمر، إنك تشوف ترمومتر النادي الأهلي وصل لإيه وقيس عليه بعد كده باقي مؤشر أداء الكرة المصرية. أدي أمام حضراتكم الآن مقر النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي وسعيد بوجود الفريق في الإمارات. النادي الأهلي بيصنع دائما الحدث في أي مكان يكون متواجد فيه سواء داخل مصر أو خارجه. خلينا نروح مع حضراتكم للإحصاءات، ودائما الأرقام لا تكذب وبتدي لحضراتكم الانطباع الرئيسي على ما هي قيمة النادي الأهلي في أي بطولة بيشارك فيها. هنبدأ مع حضراتكم الإحصاءات وهي كالآتي: النادي الأهلي والنادي المصري طبعا هما طرفي لقاء اليوم. النادي الأهلي بطل الدوري والكاس، ونادي المصري كان وصيف الكاس، فبصفته وصيف الكاس يشارك في هذه البطولة، بطولة كأس السوبر. على فكرة نادي المصري كان حاصل على بطولة كأس مصر في 98، ولكن ما كانش لسه بطولة كأس السوبر تقام في هذا التوقيت، عشان كده
لم يشارك فيها من قبل، دي اول مشاركه لي في بطوله السوبر. ادي بطاقه المباراه، الاهلي والمصري، الموعد الجمعه 12 يناير وهو اليوم السادسه بتوقيت القاهره 8 بتوقيت ابو ظبي. اكرر تاني، السادسه بتوقيت القاهره 8 بتوقيت ابو ظبي. كان في بعض الكلام على تاجيل او تقديم موعد اللقاء، ولكن هو الان اصبح في السادسه. الملعب هو استاد هزاع بن زايد، واحد من افضل الاستادات اللي موجوده في الشرق الاوسط. وان شاء الله اجمل حاجه هتكون فيه انك هتشوف جمهور النادي الاهلي في كل مكان، واحلى حاجه في الدنيا انك تشوف جمهور النادي الاهلي وهو بيغني وهو عامل احتفالاته داخل هذا الملعب، والحكم هو الحكم اللقاء عمار الجنيدي. نكمل مع حضراتكم مع طاقم تحكيم السوبر، عمار علي جمعه الجنيبي، ومساعد اول احمد سعيد الرشدي، ومساعد ثاني جاسم عبد الله العلي، والحكم الرابع حمد علي يوسف عبد الله العلي، ومراقب المباراه احمد المصعبي. ده طاقم التحكيم اللي هيكون له شرف اداره لقاء هذا اليوم، لقاء السوبر ما بين النادي الاهلي والمصري البورسعيدي. نروح لتاريخ المواجهات، هنبدا ما بين فريق النادي الاهلي والمصري. عدد المواجهات 136 مباراه، ده عدد المواجهات باكملها. المواجهات في الدوري العام المصري 114 مباراه ما بين الفريقين. طبعا فريق النادي المصري من الانديه العريقه اللي كانت بتشارك من الدوري العام في منذ بدايته. مواجهاته في الكاس 22 مباراه، وعلى فكره ده رقم كبير مش رقم قليل. والانتصارات بقى بالنسبه للنادي الاهلي 77 مره على النادي المصري، النادي المصري 24 مره فقط، وده بيبين لك التباين الكبير ما بين النادي الاهلي ومستواه وما بين اي نادي اخر. 35 تعادل كان هو اللي ما بين الفريقين في كل المواجهات، تعادل ايجابي يعني احرز فيه اهداف في 24 مره، تعادل سلبي في 11 لقاء فقط، وده بيبين لك ان دايما لقاء الاهلي والمصري بيبقى فيه سخونه، بيبقى فيه سعي لاحراز الاهداف في كل اجمالي المواجهات 11 مره فقط بدون اهداف. عدد الاهداف النادي الاهلي احلى كره في افريقيا واحلى كره في مصر، 207 هدف، دائما بيسعى الى تسجيل الاهداف، وفارق كبير ما بينه وبين النادي المصري 111 هدف فقط اللي استطاع النادي المصري انه يحرزها في شباك النادي الاهلي. الكلين شيت، المباريات اللي طلعت بدون تسجيل المنافس ليها لاهداف، هي 61 مباراه بالنسبه للنادي الاهلي، برضه اقوى دفاع، والنادي المصري فقط استطاع انه يحافظ على شباكه في 27 مباراه من اجمالي عدد المواجهات. نكمل مع حضراتكم في تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي والمصري في نهائي البطولات. الاهلي 7 مباريات عدد المواجهات النهائيه ما بينه وما بين النادي المصري في كل البطولات وكل الكؤوس، واجهوا بعض 7 مرات فقط، 5 مباريات بالنسبه للنادي الاهلي فاز بها وتوج باللقب، مرتين فقط للنادي المصري، تعادل لا يوجد في النهائيات، 15 هدف احرزها النادي الاهلي في النهائيات و10 اهداف بالنسبه للنادي المصري. اكبر فوز بالنسبه للنادي الاهلي كان في نهائي الكاس 89، كان 3 اهداف مقابل لا شيء. وهنا كان في بطولة زمان اسمها كأس السلطان المصرية في موسم 34، كانت لسه حتى الدوري تم إنشاؤه، فاز المصري بأربع أهداف مقابل هدفين للنادي الأهلي، دي كانت من البطولات الاعتبارية اللي بتقام في هذه الفترة. سجل الفائزين بلقب السوبر، سوبر الكرة المصرية، كان البداية نادي الزمالك حينما فاز على غزل المحلة في 2001، ثم نادي الزمالك سيطر على اللقب في 2002، بداية أول بطولة للنادي الأهلي كانت في 2003، ثم المقاولين العرب خدها في 2004، كان تغلب على الزمالك في هذا اللقاء، كان بطل الدوري. 2005، 2006، 2007، 2008 نادي الأهلي وسيطرة أهلوية تامة لمجريات الأمور في بطولة كأس السوبر. نفس الشيء تكرر في 2008، حرس الحدود استطاع أنه يفوز بها في 2009، ثم النادي الأهلي عاد 2010، 2012، 2014، 2015، 2016، وهنا حضراتكم هتلاقوا ان 2010 2012 في فارق سنه، دي كانت سنه ثوره ال 25 من يناير، و2012 2014 ايضا 2013 كان في برضو الامور السياسيه في مصر لم تكن على ما يرام، فعادت البطوله 2014 2015 2016
مرة ثانية. النادي الأهلي 2015 هو آخر بطولة لقب للسوبر، ثم فاز بها 2016 نادي الزمالك في المباراة اللي تغلب فيها على النادي الأهلي بضربات الترجيح. نخش في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي. محمد الشناوي ما شاء الله متألق في الفترة الماضية، واحد من أفضل الحراس اللي ابتدت تخش في بؤرة اهتمام الجهاز الفني لمنتخب مصر. سعد سمير وأيمن أشرف، يعود سعد سمير للمشاركة مرة أخرى، من المتوقع أن يبدأ به كابتن حسام بدري، أحمد فتحي في الجانب الأيمن، علي معلول في الجانب الأيسر، ونفس المهام اللي كانت موجودة في لقائي نادي الزمالك و ما يسبقه. حسام عاشور وعمرو السوليه، حسام عاشور هيبقى ينزل في حاله الهجوميه امام الاربعه المدافعين للنادي الاهلي، عمرو السوليه وعبد الله السعيد من امام. عمرو السوليه من الناس اللي دائما بتجري جري كبير جدا، بتزيد في الناحيه الهجوميه والكره مع النادي الاهلي، بيقدر ان هو يكمل من منطقه جزاء النادي الاهلي حتى منطقه جزاء الخصم ويعمل الزياده مع عبد الله السعيد اللي دائما والنهارده هيبقى عليه رقابه شديده جدا من خط وسط ودفاع فريق المصري. في الامام مؤمن زكريا ووليد سليمان، ووليد ازارو وارد ان ممكن مكان وليد سليمان يبقى جونيور اجاي، وارد انه ممكن يبقى مكان مؤمن سليمان، وجونيور اجاي واحد من اللعيبه اللي وارد ان الكابتن حسام بدري يديهم النهارده نقطه الانطلاق، ولكن ده التشكيل اللي ابتدى بيه الكابتن حسام بدري امام نادي الزمالك. وليد سليمان ومؤمن زكريا من اللعيبه اللي بتجيد المهام الدفاعيه وفي المهام الهجوميه، الاثنين عندهم حلول كبيره جدا، مهاره كبيره جدا من وليد سليمان في صناعه واحراز الاهداف، نفس الشيء بالنسبه لمؤمن زكريا، واحد من اذكى اللعيبه اللي بتجري في ظهر الديفنس وبتعرف تاخد مكان مهاجم ثاني ويقدر يسجل اهداف. وليد ازارو اللي هيتحرك ناحيه اليمين وناحيه الشمال لهد وخلخله دفاعات النادي المصري، عنده سرعات عاليه جدا، وكابتن حسام البدري يعتمد على عبد الله السعيد والسوليه ووليد سليمان ان هم يجروا وليد ازارو. ده التشكيل المتوقع وتشكيل وطريقه اللعب المتوقعه من كابتن حسام البدري في هذا اللقاء. نروح للتشكيل المتوقع للنادي المصري. احمد بوسكا في حراسه المرمى، ممكن يكون احمد مسعود، ومحمد كوفي اللاعب المدافع السابق لنادي الزمالك ونادي المصري، واسلام صلاح، وفي خط الدفاع ايضا محمد مصطفى في الجانب الايمن، محمد حمدي في الجانب الايسر، وعندنا فريد شوقي وعمرو موسى، الاثنين بيلعبوا ارتكاز في وسط ملعب النادي المصري، امامهم محمد ابو شعيشع، وممكن يكون اسلام عيسى واحمد شكري، وفي الامام احمد جمعه هيكون عليه دور مهم جدا في قياده هجوم النادي المصري، من اللعيبه اللي بتتحرك وبتجري كتير جدا. اسلام عيسى شفناه مع فريق نادي النصر، من المتوقع ان يبدا بيه كابتن حسام حسن في هذا اللقاء. اسلام عيسى ايضا من اللعيبه اللي بتعرف تجري في ظهر الديفنس، عنده سرعات وشفناه كان متالق الصراحه مع فريق النصر. دي التشكيله الابرز بالنسبه للنادي المصري اللي ممكن يبدا بيها هذا اللقاء امام النادي الاهلي. عندنا لسه اخبار كتير وعندنا تحليل فني اكتر، ولكن بعد هذا الفاصل نطلع فاصل، اوعى تروح بعيد، النادي الاهلي حديد. سنوات تمر، سنوات تتكرر. السوبر المصري عزيزي المشاهد. مش ممكن، ما فماش فريق يلعب لاخر لحظه وكتب تاريخ وحول وجهه بوس مثل النادي الاهلي، الشياطين الحمر. الان اعتقد اكثر في روح المدينه الحمراء، في بركات القميص الاحمر الاهلي، في اسطوره اسمه النادي الاهلي. الاهلي يرسم بسمه ويرسم دمعه، دمعه فرح في عيون المصريين.